من الجمعة من 7 ل 9 تاع الصباح على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو 8:19 دقيقة ونوصلوا بالوقت هذايا لملف جديد أثار جدل كبير في الرأي العام التونسي بالتحديد في صفاقس في حل الدوسي. حل الدوسي نحكيه على إيقاف 7 أفارقة بصدد شرب الخمر في أول أيام رمضان لقسم الرأي العام التونسي بين موافق لهذا الإيقاف وبين رافض ليه تماما. نفهم أكثر تفاصيل على حيثية القضية هذه مع مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس. صباح النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا، صباح الخير اخت ملاك وصباح الخير سي حاتم ومستمعي EFM. شكرا لك. اعطينا اكثر تفاصيل سي مراد التركي حول القضيه هذه، حول مستجداتها، كيفاش تم التعامل مع السبعه فرقه هذوما؟ هو اخت ملاك فما هناك معلومات ممكن ماهيش صحيحه دروس، لانه لم يقع ايقاف اي شخص الموضوع هذا، ولكن كل ما هناك هو يوم 13/4/2021 كان هناك مجموعة من الأشخاص اللي هم من الأجانب وتحديدا من الفرقة، وهم كانوا متواجدين في محل سكنة مثلا على معنى متسوقينه من عند شخص، ويبدو أن الشخص هذا معناها كان حصل له انزعاج من تواجد الأشخاص هذوما من الضجيج اللي منبعث من المنزل، فطلبوا العوائل الدوريه الامنيه التي حلت على المكان وتبينوا انهم معناها في حدود تقريبا 20 شخص ما فيهم نساء واطفال معناها وذكور، كانوا يحتفلوا باحد الاعياد المسيحيه. اذا هما من مبدئيا هما من الجنسيه نتاعهم هما من جنسيتهم هما من كوت ديفوار معناها ديانته المسيحية. والأشخاص هذوما معناها كانوا كما قلت لك معناها كانوا يتناولوا في الخمر. وصادف هذا يوم كما قلت لك 13/4 اليوم الأول من رمضان المعظم. فطبعا احنا بالنسبة لنا المسألة إذا كان ما تجاوزتش حدود معناها أنه حدث هذا التشويش ما يمكنش لهنا التدخل ولا إجراء أي اتخاذ أي إجراء في حق الأشخاص هذوما. فتم تحريض محضر في حقهم من اجل احداث الهرج والتشويش بناء على اصرار احد الاجوار على انه الضجيج منبعث من المنزل قلق ليسر. وابقيوا بحال صراع في المزاد على ذلك، وتم حجز 50 علبه ضيعه معناها لديهم فقط، معناها هذا هو اللي جرى تم اتخاذه، علما انه الاسبوع اللي قبله معناها قبل يوم 13/4 في تقريبا قبل الاسبوع في نفس المنزل تم تحرير محضر ثاني من اجل محاوله التجار في المواد الكحوليه، وتم ضبط عدد 400 علبه جعه لدى هؤلاء الاشخاص في نفس في نفس المنزل. اي نفس ساعات من نفس المحل معناها متعوده. لا هما ساعات نشوف هذوما مسيحيين وعندهم احتفالاتهم الخاصه. عندهم باك، هو صار التريز اللي يحتفلوا باك هو. اما كيفاش تفسر اللي العبيد معناها الراي العام ماشي في باله مسيحيين قاعدين يعملوا في كيسان في دارهم وهد عليهم الحاكم كما نقولوا بلغتنا الجميله وهزوهم وكرفتوهم عشر بذيك هي القراءه، ما وقعش توضيح اللي هو شغب الاصل. فوالا، وانا تكمله للي قالوا حاتم سي مراد التركي، علاش خاطر دار برشا زاد على مواقع التواصل الاجتماعي والناس مشيت في القراءة الأولى هذية اللي أنت صلحتها سيادتك، فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية في صفحتها الرسمية تقول أنه تم إلقاء القبض على 7 أفارقة بصدد تناول المشروبات الكحولية في أول أيام شهر رمضان المعظم، وحجز كمية كبيرة من علب الجعة وإحالة جميع الأطراف بحالة إيقاف على النيابة العمومية بصفاقس. ما تمش ذكر حالة التشويش والشغب واللي تقلقوا منها الجيران، معناها فهمت هذاك علاش القراءة ذهبت إلى ذلك. اخت ملاك اني نشوف اني توا تصريحا للخبر معناها وانا هذا الخبر تعرف مصدر النيابه العموميه انه لم يقع اي شخص وكل ما هناك تم تحرير محضر في احداث هرج التشويش فقط. ونهايه يوم امس معناها كان حتى هناك معناها مداخلات على بعض الاذاعات المحليه والجهويه وحتى الوطنيه، وكنت وضحت الموقف وقلت انه بالنسبه لي نحن هذوما اشخاص لا عندهم حريتهم الشخصيه والذاتيه، هم حرين في منزلهم يفعلوا ما يشاءون بشرط انه كيف احتوا الهرج ولا كيف خرجت المسائل عن السيطره
يمكن تحرير محظف احداثها هرج تشويش. اما نقولش منع اشخاص من داخل المنزل من من تناول اي شيء اذا خرجوا للطريق العام وكان بحاله سكر، واضح يمكن ضبطه تحرير محضر ضده في سكر واضح، لكن مبدئيا هذه ما فيش حتى خارق للقوانين. شكرا لك مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس. شفت قوه الفيسبوك وقوه الاشاعه فوالا طول الموند يحكي، وكان على القراءه الاولى هذه حتى حد ما حكي على الهرج والتشويش ولا حتى حد تقريبا قله قليله اللي حاولوا ياخذوا المعلومه من المصدر الرسمي. هو راهو عندنا في تونس برشا جاليات، معناها فما برشا ناس تخدم هنا بكوبيراسيون تكنيك من جنسيات عديده، نحن يقولوا افارقه خاطر ديما فما لغط، هما اجانب من اصول افريقيه من افريقيا وقالك من كوت ديفوار، بعض ساعات زاد في المحاضر ما يقول لك فرقه ما يحبش يعطي لتجنب المشاكل الدبلوماسيه، ما يحبش يعطي الجنسيه نتاع المخالفين كي يبداو هنا بحذنا. الحريه اون برانسيب يكفلها الدستور حريه المعتقد، كي يبدا في داره ما يعملش مشاكل ويشرب هذاك حر ما يهدش عليه الحاكم كما نقولوا. اما يظن لي كيما من النهار الاول خاطر فما شغب فما حس 20 واحد في بيت، معناها نعرف في الظروف هذيا كيفاش هذا كي يبدا الواحد في داره كي يبدا الواحد في خدمته ويقوم بالتحرش بعامليه بموظفيه شنو يصير له؟ يتعاقب عقبته موظفه، هذا نحكيو على الصين.